الأهلي ينتصر والزمالك يمتع وبيراميدز يكتسح والدوري حلو حلو قوي. النهارده الأهلي قدر يتخطى أحزانه وكسب مباراة صعوبتها في ظروفها علشان يحافظ على مكانه في المنافسة، والزمالك لسه بيمتع جماهيره بكرة حلوة وأداء فردي وجماعي كبير، والفضل الأول طبعا لفريرا. وبيراميدز بيرفع ايده وبيقول للكل انا هنا، انا في المنافسه وبقوه. فوز كبير على الدرويش مع فوقان واضح لعبد الله السعيد ورمضان صبحي. المنافسه على اللقب الموسم ده منافسه ممتعه جدا، والحظوظ بين الثلاثه متساويه حتى مع فارق النقاط. ضغط المباريات كبير والغيابات كبيره، بس ده على الكل، وهيكسب في الاخر اللي عرف يعمل فريق وعرف يتخطى الظروف ويلعب بامكانيات لعبته